اوكي 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 هذا بيوصلني هذا بيوصلني. رمضان يا حبيب رمضان. لا 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 الله يعطيك العافية. رمضان 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 يا جماعة. السلام عليكم، اليوم جبت لكم مقطع جديد. اليوم جاب لكم ماب، واليوم معي ريان. اوح احد يقدم الضيف كذا؟ والله انا اسف يعني. ريان شوف اشفين اشفين. اليوم جايب لكم ماب سباق، لكن شوف مابات سباق دائما يكون فيها فلوس يا ريان. اوكي حلو. عشان يداري اني بفوز عشان يداري اني بفوز ايوه، راح يكون الماب اذا فزت يعني طبعا راح يكون لك $100. اوكي طبعا من طرفي انا بس، يعني ما يدفع ولا شيء هو. اذا فزت انا ما ادفع شيء، واذا ذبحني اذبحه. شوف انا عندي باكسلوز، فالشيء هذا بيفيدك ترى، يمكن تفوز. اوكي ان شاء الله كيبورد هذا الشيء يمكن انت يفيدك تفوز. لا 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 تتصرف الا بيد. يقول من الاهداف اللي تسويها في الماب عشان تخلص الماب يعني كولكت اول كوينز، يعني جمع كل الكوين، لو تفوت واحده ما راح تنهي الجيم، راح تعتبر خسران. سمعت؟ يلا بسم الله. يلا ليتس جو. ايش هذا؟ نسيت انه في والله العظيم ما انتبهت الا في لحظه ان في تحت شيء. انا والله اني درعمت ولا انتبهت. القم بس القم حبيبي. ما يمدينا نجي وراك؟ والله شوف يعني. لا 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 روح من الجهة الثانية. اوكي. اوكي. يا سلام. انت وين وصلت؟ قاعد اهوش الفخوخ. هذا وشو هذا يا عيال؟ ليش ما يدفني؟ انت في ليفل الحين 3 اتوقع. انا لازم اخذ اليد، اتوقع اليد هي. يا اخي ذي صعبة شوي. والله عندي بكتلوز الحين يعني يمديك تفوز يا ري. جاي في الطريق في الطريق انطرني. اها. والله ما اصبر. اوه الو وش ذا الليفل غريب. انت ما تدري رين عصب ها؟ ما تدري اني وين وصلت. اتحداك توصل لي الحين، اتحداك. صنع النبي. اوكي على طول مات. يا امزح ريان والله يمديك. للاسف يمديك ريان. والله العظيم الليفل ذا صعب. اصبر. وات ذا. اوكي هذا وين؟ يا هو الثلج ايش وضعه؟ عشان كذا قلت اتحداك تتوصل لي. خلني بس اتعدى شوي واعلمك الطبخة كلها. لا 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 تكفى شاكر. اوكي شلون هذي؟ ما يوصل يا عيال. وات؟ اوكي حلو. اما نطيطه. اقطع مريد. متنا يا شباب، ترى ال 30 مرحلة او 30 كوين لازم تجمعهم. شوفوا كيف تعلقنا. عرفت 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 عرفت. خلصتها؟ لا لا ما خلصتها، بس عرفت كيف الخطة. والله والله قريب سبعة، لو خلصتها خلاص يبقى اثنين. يا اخي مرة راضي يلف. لا يا القهر لا. تخيل اوصل عند هذا حق السبون دي. والله يعني ما وصلت. انا اسف يعني قطعت كلامك بس وصلت. والله يا العيد 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 فرحة. اوكي. هذا هذا وشو هذا؟ يا رب ما يخلص سبيد تكفى. والله خلص السبيد، والله اني متوقع. بسم الله بسم الله تكفى. الله اوكي وصلنا مرحلة 12 وهي معلقة على 7. اوه وصل لي وصل لي وصل لي وصل لي. نحشة يا عيال. مربع ينقز هذا كيف؟ مربع ينقز قلب يد الاخ. وش هذا؟ اوكي جايه جايه كذا بس. وش الليفل سهل. حلو اللي بعده. والله العظيم اني ما شفت المربع الاخضر ذا، ما انتبهت. حلو ايش بك كذا؟ ما ادري كيف توقعت انه في الكفر قبل. حلو هالكفر. الله هنا وشو؟ نيد هيل كانسل. اوه هذا بكنسله بكنسله. ريان وين وصلت؟ باكر جايك. ما اليوم باكر جايك ما عليك. اوكي ما نحتاج ان هذه الاشياء ما نحتاج ان. وش ذا؟ يا ساتر يا ساتر يا ساتر. الليفلات الماب الماب رهيب، اقسم بالله العظيم تصميمه رهيب، والليفلات اللي فيه يعني تحس انها جديده. يب بس انها تلحس المخ شوي. هذا ليش؟ اوكي اوكي اوكي, أوكي. هذا بيوصلني هذا بيوصلني. الو فينك؟ خذال الكوين يا عيال. اصبر يا رب. وينك يا شيخ؟ القم القم القم. في غش في الموضوع، ما انت ما كنت واقف هناك، كيف صرت واقف؟ كيف صرت واقف؟ تعديت الليفل، اعطاني تشيك بوينت. اي والله سوالي الحمد لله. ترى هذا الليفل صعب شوي ها؟ الضيقه. خشيت. لا ليش نطيت انا؟ ليش نطيت؟
ايوه ايوه صح علي صح 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 والله الله 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 اوكي اوكي هنا انا اقول نسوي ريسبون عشان يروح علينا هذا الثلج وبعدها لازم نمشي على طول كل العوائل تصير والله جبتها وصلت النهاية طيح هذا وشو وات لا تقول سبيدي خلص بعد هنا لا ريسبون لازم لا سويت كل شيء لان ما نطيت ريان هذه اللعبه الله يعطيك العافيه فيها 100 دولار هذه ايزي ريان ايزي تعرف ايش معنى ايزي؟ اقطع الضيقه طيب بيسوي لي شو اسمه اوكي يا ساتر في تكمله في تكمله في تكمله لا انا اخذت تشيك بوينت صح؟ انا سمعت صوت تشيك بوينت يا رب اني اخذت تشيك بوينت يا رب يا رب لا ما اخذت يس اخذته ليش ما اقدر اخذها؟ وصلت النهايه خلص هذا وش هو الحين؟ صقعه واحده تعدمك تدري؟ يب 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 لازم تخشش والله ليفل ذا جامد وسهل ان شاء الله انه سهل كم سهل ان شاء الله يعني وين اروح الحين؟ اوكي الاولى ثانيه بعدين الثالثه نوقف فوق صح؟ اتوقع ان نوقف فوق بعدين كذا نطب لا تكفى لا تكفى وش الليفل يا ليفل الحسن مخ شلون؟ يعني نطيت موتني، ما نطيت ما في طريق، ايش فيه؟ تسقع سويدي خلص، ما تسقع سويدي خلص. لازم ما تسقع لازم تلف في يمين بسرعه. طيب انا قلنا اخر شيء هنا، بعدين وين اروح؟ هل اني اكمل من عنده هنا؟ طيب انا شوف اوكي. يا اخوان اها حلو حاطك طريق من تحت، ممتاز. وش وضعك ريان؟ قاعد احفر، تجي تحفر معي؟ والله الماب اقسم بالله رهيب مع انه في صعوبه بس انه اخيرا رهيب. سويتها ايوه ودخلت ذي وما شفت تكمله اللخمه اللخمه التكمله تكفى 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 لا الليفل جبت فيها انا صراحه مع اني فهمت طريقه اني كيف اخلصها بس مو بقاعد اخلص اول لا شايف وصلت النهايه صح؟ يقطع ام القهر حسب معي سبيل بعدين هنا على طول بعدين هنا على طول شوفوا ما راح سبيد الحين شوفوا كيف قبل شوي راح يا اخي غريب اقسم بالله الوضع حلو الله يا شيخ اخيرا تكفى تكفى الليفل تكفى تكفى الليفل اخيرا تكيت من 22 بلقى مريان وش الليفل بعد لا عاد ما زال وش الليفل يا جايش جايش بعدها شلون طيب؟ بعدها التشيك بوينت مرة بعيد، والله بعيد مرة، الماب المفروض ماب سباق بس قاعدين نقلبه ديثرن. وصل! الله يعينك على هذه اوكي؟ الله يرفع الضغط. والله العظيم اني اسف ريان، كل ما لعبتك معي ماب يصير ماب يرفع الضغط، والله اني اسف. ما ادري انت شغله تقصدني شكلك حاقد. تراني ساكته ومتحمله. ورب الكعبة تجيب لي مابات صدق ترفع الضغط. يا اخي حظي كذا انا. بشوف بتطيح الحين، والله ما حتوصلها. ما نقص فقد الامل يا ساتر اوه جبتها القم 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 لا تحدى القم ها ساتر اللي بعدها هناك شو الوضع طيب كيف اجري ولا ايش اسوي؟ والله مش ادعو ربك ان شاء الله على طول كذا تخلص هذه الاخيره صدق ما كنت اعرف المعلومه هذه الحمد لله تكفى 25 الله ريان القم القم يا رب تنشب في واحدة يا رب اح والله لا طمت هذا صعب شوي هذا صعب شوي باقي لنا 5 ليفلات وخلاص ينتهي الماب يا اني اخليه معي 100 دولار يا اني اخذها ريان يا رب باذن الله اوكي ايزي 26 ناس ريان روبر اوكي انا جيت بسم الله ايش توتوا ها يا ساتر شوفوا الكفرات في النص يا ساتر والله شكلنا مطولين في الدروبر يا ريان الله يعطيك العافيه وصلت لنا كم انت 26 كيف الو دروبر 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 وين يا اخي شلون اقسم بالله ينرفز يا عيال عشان يطلع صوتي واضح اوه جبتها 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 اوكي اوكي اي والله 27 ديم دروبر ثاني لا تكفى 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 هذا جاي يعذبنا ذا اوه 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 جبته من اول مره يا عيال لايك
الو كب شاي كب شاي فرصتي اني اروح لفوكس ريان. تكفى تكفى يا ريان يرحم والدتنا. تكفى يا ريان فوكس. يا الله 28 باقي ليفلين يا رب اني ما نرفع 29. بعدين يقول لك 2 زائد 2 ضرب 2 كم؟ 8 ولا 6؟ 7. ها؟ لا يستهبل عادي من جديد وانا مسوي تو. المفروض انك تضرب 2 في 2 بعدين تجمع 2 4 زائد 2 8 6. لا خليك في النص خليك في النص خليك طبيعي يا اخي. اوصل للنهايه والله اني اوصل للنهايه. انا اسف ريان بس اني خلاص يا شيخ. خلي الدرال ميد خليها لك زبد ما ابغاها. وات وش ذا؟ اوه هذه جي جي حسبت الباركور اقطعهم. واضح ان تعذبنا من الماب. جي جي قايل لك ما في 100 دولار قايل لك. اوكي ما خليها ما اوفرها في جيبي. جي جي عموما بس هذا كان مقطع اليوم. ان شاء الله مقطع جيبكم ماب صراحه رهيب رهيب رهيب. صح اني نرفز بس رهيب. وقناه ريان في الديسكربشن وقناتي الثانيه في الديسكربشن حقت رياكشن وكود الماب في الديسكربشن. ويعطيكم العافيه على كل شيء وشكرا للمنتسبين. نراكم على خير. سلام.